بعد تفشي فيروس جدر القردة في بعض الدول، تدابير وإجراءات اتخذتها المملكة العربية السعودية للتقصي من المرض. إليكم التفاصيل. بعد تفشي مرض جدر القردة في بعض الدول، كشفت وزارة الصحة السعودية عن اتخاذ تدابير استباقية لتعزيز الجاهزية للرصد والتقصي والاستجابة للسلالة المرتبطة بالطوارئ الصحية الدولية. إذن ما هي الخطوات التي قامت بها وزارة الصحة السعودية للتقصي من الفيروس؟ خطوات عدة قامت بها الصحة السعودية وهي فعلت: نظام الفرز البصري في المنافذ الدولية للقادمين من الدول التي تم رصد فيروس إمبوكس جدر القردة سابقاً فيها، مسار آمن في المنافذ لإنهاء إجراءات الحالات المشتبهة، كما نفذت عدداً من الفرضيات للتأكد من الاستعداد، تحديث الأدلة الطبية الإرشادية وتدريب الممارسين الصحيين عليها، وتشمل هذه الأدلة التعريف القياسي للمرض وآليات الإبلاغ والتقصي وتقييم المخاطر في المخالطين. وتم التركيز على مكافحة العدوى في المنشآت الصحية وتطوير البروتوكولات العلاجية اللازمة، كما وفرت وزارة الصحة الفحص التشخيصي وفحص التسلسل الجيني في مختبر هيئة الصحة العامة بالرياض، حيث يتم نقل العينات عبر ناقل معتمد لضمان سلامتها. كما أضافت وزارة الصحة أنها عملت على توفير كميات كافية من اللقاحات والعقاقير وأدوات التشخيص، بالإضافة إلى أدوات الحماية الشخصية للممارسين الصحيين، وذلك لضمان استعدادهم الكامل لمواجهة أي حالة طارئة. وتسعى الوزارة إلى تعزيز جهود التوعية من خلال تثقيف الممارسين الصحيين حول طرق الاشتباه بالمرض وتشخيصه، بالإضافة إلى وسائل الحماية الشخصية. ولمواجهة هذا الفيروس وحماية أفراد المجتمع من مخاطره الصحية، أكدت وزارة الصحة أنها تواصل العمل وفق العديد من الجهود الوقائية، ومنها ما يتعلق بتعزيز الوعي الصحي حول فيروس جدر القردة من خلال الحملات التوعوية، بالإضافة إلى رفع مستويات الجاهزية للرصد والتقصي والاستجابة للسلالة الجديدة، مشيرة إلى أنه لم تسجل أي حالات من السلالة المرتبطة بالطارئ الصحية الدولية في المملكة حتى الآن. والجدير بالذكر أن جدر القردة الإمبوكس هو مرض فيروسي يسببه فيروس جدر القردة، وهو نوع فيروس من جنس أورثوبوكس، وهو مرتبط بالجدري ولكنه أقل خطورة. كان يعرف سابقاً باسم جدر القردة، فمنظمة الصحة العالمية أعلنت أن وباء جدر القردة المنتشر في أجزاء من أفريقيا يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً، لأنه ينتشر في المزيد من البلدان في شرق أفريقيا، فقد تجاوز الوباء بالفعل حالات التفشي في السنوات السابقة. فهل ستشهد المملكة العربية السعودية انتشاراً لهذا الفيروس في الأيام المقبلة؟ أم أن خطوات الوقاية هذه ستجنبها كارثة صحية كبيرة؟